كيف الإنسان لازم يتعامل مع الانتقاد الموجه لإله؟ والله أول شيء المفروض أنا أنظر للشخص اللي عم ينتقدني، يعني إذا شخص جدير ينقد فمستعد أسمع له، أما إذا شخص بعرفه غير جدير فالرد عليه يعني عبارة عن صورة غير صحيحة، أما إذا كان جدي فبأخذ برأيه وممكن أناقشه في تصور سريع حسب نوعية الانتقاد اللي بدي ينتقدني إياها. يعني مشان يتطور إجبار الانتقاد بده ردة فعل إيجابية من الشخص، في عالم ما بتتقبله، يمكن في نقطة ضعف عند الشخص بتكون. شوف يعني ما ينتقدني شو هدفه، يعني هذا هو المضبوط، يعني إن كان نقد إيجابي نتعامل معه بإيجابي وإن كان سلبي بدنا نتعامل معه سلبي. ما بحس إنه بيجوز لإنسان ينتقد شخص ثاني إذا ما كان عنده مقومات أفضل منه. كيف بتشوفي حالك مع الاعتراف بالخطأ؟ بتأيدي إنه لازم تعترفي بالخطأ ولا لا؟ لازم واحد يعترف بالخطأ، لك اعتراف بالذنب فضيلة. معذره بالخطا بس حسب شو الخطا بقى وين مرتبطه للخطا، في ناس ما فيها تعترف بالخطا بيكون خطا كبير، حسب بقى شخصيه الانسان يعني طبيعته وشخصيته، هو بيعرف قادر انه يعترف بالخطا او ما يعترف فيه. انا مع اللي بيعترف بالخطا، الاعتراف بالخطا كتير منيح، بالعكس اصلا نحن هلا يعني بهالوقت هذا كتير يعني يمكن اكثر حل واكثر شيء انه اذا الانسان اعترف بخطاه يعني الدنيا والامور كلها بتمشي باريحيه. الغلط انه الواحد يشوف اغلاط غيره وما يشوف اغلاطه هو بالاول. يبقى كل شخص هذا بقى حسب استعداداته. اذا بتساليني الي انا بقول لك بلا، بس هل يا ترى الاخرين بنفس المنطق؟ لا. نحن دائما انانيين وبنخطئ ونتكتم على الخطا. احيانا بنكذب وبنعرف نفسنا انه نحن عم نكذب. هي عبارة عن تربية، الإنسان بيتربى ببيئته بسلوكه بحياته حسب نوع الخطأ. ايه بس الأحسن أن الواحد يعترف. يعني إذا أنت كنت بموقف صعب كيف بتشوف محاكمتك العقلية اللي ممكن تطلعك من هالموقف؟ أنا بهالوضع هذا بظن حسب بقى دراسة الشخص العلمي، حسب الشخص لوين واصل بالمرحلة العلمية فبظن بيجاوب مع هالموضوع هذا. عن هون بيبقى الضمير، يعني الإنسان ضميره هو اللي بده يحكم بالشيء هذا. أكيد المحاكمة العقلية أهم من أي، يعني حتى أهم من المحاكمة القلبية مثلا، بس ما بعرف يعني أنا بالنسبة إلي بحس إنه عاطفتي أو قلبي بيطغى على عقلي. المفروض أنا أنظر لهالمشكلة شو هي يعني، وبالتالي بدي أقيمها بجانب عقلي بصبر بتفكير بطولة بال، يعني حسب وضع النفسي أنا بده يكون يعني شو نفسيا مرتاحة ممكن اتقبل اي شيء.